عمليات تمشيط لآخر معقل مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي في منطقة سيدي خريبيش، هذا ما يردده قادة ميليشيات الكرامة منذ ما يزيد عن 4 أشهر من إعلان حفتر تحريره المزعوم للمدينة. بشرى تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب تحريرا كاملا غير منقوص، وتعلن انتصار جيشك الوطني في معركة الكرامة ضد الإرهاب. عملية تمشيط ربما هي الأطول من نوعها في تواريخ الحروب، فقد خلالها حفتر أكثر من 40 مقاتلا إلى جانب عشرات الجرحى. احتفالات وبروباغاندا إعلامية، الصبري وسوق الحوت تحت سيطرتنا، قال حفتر وأتباعه غضا الطرف عن منطقة سيدي خريبيش. تحرير يعيد إلى الأذهان إعلانات حفتر وتعهداته المتكررة بالسيطرة على كامل مدينة بنغازي منذ أكثر من 3 أعوام. إعلان فتح الميناء والمطار واستقبال لمسؤولين إقليميين ودوليين وحملات تفويض ومهرجانات إعلامية، بينما تعيش مناطق وسط المدينة على وقع الرصاص خالية على عروسها، يغيب عنها سكانها وتحصدهم الألغام إن حاولوا العودة.